حضرتك متجوز؟ أيوة فندم. عندك أولاد؟ الحمد لله عندي بنت ندى في تالتة صيدلة. ما شاء الله دي عروسة. الحمد لله. هو حضرتك دخلك الشهري حوالي قد إيه؟ موجود عند حضرتك في الطلب. فعلا؟ طب إيه رأيك لو دخلك يزيد 600 دولار في الشهر؟ الحقيقة أنا مش فاهم ده إيه علاقته بالقرض اللي أنا جاي أقدمه يا أستاذ صالح، محمد صالح. يا أستاذ صالح. لا هو في الواقع ملوش أي علاقة بالقرض ولا بالبنك. ده بزنس خاص بي أنا. لا الحقيقة أنا مش فاهم. أفهم حضرتك. هو الموضوع عبارة عن شجرة. الشجرة دي مكونة من فرع يمين وفرع شمال. المطلوب منك إنك تجيب كل معارفك وأصدقائك وزمايلك تحت الأفرع دي. هتاخد على الفرد الواحد حوالي 50 دولار. وشوف أنت بقى الدولار بكام دلوقتي؟ كل ده بكام؟ بخمس. يا أستاذ أنا مش فاهم أي حاجة من اللي حضرتك بتقوله ده. ومش مهتم. فياريت بقى نركز ونرجع بقى لموضوع القرض اللي أنا جاي أطلبه. ممكن تديني فرصة تانية أشرح لك بشكل أبسط شوية؟ اتفضل. مين أكتر اتنين بتثق فيهم في أصحابك؟ أيمن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة. لا مش مهم نقول أيمن على طول. أيمن. ها تاني؟ شريف. تمام. إحنا لو تخيلنا إن هنجيب أيمن في الغصن اليمين وشريف في الغصن الشمال. عشان الشجرة تكبر وتطرح هنجيب المدام بتاعت حضرتك تحت أيمن. إيه يا أستاذ الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طب خلاص بلاش. احنا نجيب المدام تحت الشريف والابوره الصغيره تحت ايمن. ندى بنتي. ايوه يا فندم. امال مش لازم تبقى مستقبلها؟ هو في حد دلوقتي بيشتغل بشهادته؟ ايه الكلام انت بتقوله ده؟ ايه اللي ندى تحت شريف؟ طب خلاص بلاش. واضح ان حضرتك مش واثق من شريف. اقول لك على حاجه، خلي ندى شمال لوحدها وتعتمد هي على ايه؟ زمايلها في الجامعه. احنا قلنا المدام هتبقى تحت ايمن. تخيل بقى لو المدام جابت شريف تحت منها. انت متخيل المدام ما بين ايمن وشريف؟ يا سلام. ايمن يقوم سخنان وجايب اتنين من صحابه، تقوم المدام كمان سخنانه وجايبه اتنين من صحابها. تخيل حضرتك هتاخد كام على الواحد؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تخليك محترم شويه في كلامك يا فندي. ده يا جدع انت بتزعق كده ليه؟ مالك؟ انا مش فاهم. انا مش هتعامل مع البنك ده تاني. ان شاء الله يا خامة حمية تيجي تستلف وتعمل قرض امسك تنطط علينا. يلا طيب انا همشي بقى. انا مش قادره اتصور اني هسيبك المدة دي كلها لوحدك وسافر. ممكن خلاص بقى يا حبيبتي بليز لو سمحتي ما تعمليش في نفسك كده علشان خاطري. يا اموري مين اللي هيعمل لك كل يوم الصبح التوست بتاع السمن بتاعك؟ يا طبعا حاجة صعبة جدا بس تقلقيش عليا. تقلق على مين يا شحط؟ ما هو كل ده من دلعك المافي. وصلت للحالة اللي هو فيها دي. بس ابو النبي ما تضايق نفسك. هو ما انا بقول لها ما تقلقيش عليا اهو. انت ازاي مش حاسس ان احنا هنسيبه 17 يوم لوحده؟ اه صحيح مامي، ممكن تجيبي لي التيشيرت اللي هو بتاع بايرن ميونخ اللي هو مش الاحمر اللي هو التاني بقى اللي بيلبسوه لما يجوا يلعبوا فريق بره ارضهم؟ لبسك عفريت انت وامك. يلا يلا. طيب عم سيد يعني بعد ما توصلهم المطار ما تنساش بقى ترجع لي علشان توديني البيت. يا سيد ترجع بالعربيه على المصنع على طول. تجوش في الجوش جنب العربيات التانية والواد ده ملوش عربيات. يعني ايه يا بابا اتكلمت يا بابا؟ بابا انت بتعاقبني يا بابا في السن ده؟ هو في حد في السن ده امه بتعمل له سندوتشات سلمون يروح بيها الشغل يا عيب؟ مامي الاغنية اللي احنا بنحبها. وكمان كان في جد وشنبات. اطلع بره اطلع بره العربية. حاضر حاضر. عميل رقم 11 شباك رقم 4. تخيل يا صالح ابويا تعبان ومسافر يعمل عمليه، يعني كلها ساعات يبقى بين ايدين ربنا. اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها ولا حتى فلوس ما يرضاش. يقول لي اركب ترميه علشان تنشف. انا مش فاهم يعني ترميه ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي؟ وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترميه يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم. هو ابوك مش هبطل النتانه دي؟ صالح انا ابويا مش نتن. انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل في ابنه كده؟ اسمع مني ابوك نتن. الله صالح انا ابويا مش نتن. وبعدين لو سمحت احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش ابوك مش نتن يا سيدي، ابوك محفل. الله صالح يا عم بهزر معاك ايه يا عمور؟ هوبا الحق الموز ده. اوه الحق 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 البطل ده. يا في ايه بتمسك نفسك مش كده هتفضحنا؟ يا ابني عليا مش تركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت؟ هي راحت. اه بس انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ الشفت. بتعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ اه تعالى شوف البتاعه دي. ايه ده انت ذكي قوي ده صالح.
برافو عليك والله. طب معلش ارفعني لان انا مش هطول دي. لا قرب كده قرب اذن السكوت. طب اقول لك اقف على دي. بص صالح انت ازاي ذكي كده؟ انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي حبيبي. معلش صحيح براحتك. تمام كده؟ مبسوط كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش رأيه بالمنظر ده، وكل مرة أقول له عيب يعني اتجوزوا يا أخي، اتجوزوا بدل ما تعملوا في خلق الله ده، مش منظر أبداً. نور يا أستاذ صالح بس بالهداوة، لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم مجداف. على فكرة أنا ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، تعرف يا صالح أنا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل إيه؟ إحنا خمس ساعات ولا ست ساعات ونخلص، امسك فك فك. يا عم أنا أبويا لو عارف إن أنا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى أبوك، أبوك مسافر، فكنا بقى، امسك. انت متاكد انه خفيف؟ طيب جدا ملوخيه تطلعت بلاستيك يا عم مجداف. زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها انا هقدم على الخرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ نشف شوية بس. أستاذك ممكن تطفى بتجيب كوباية مية من التلاجة اللي وراك دي بعد إذنك؟ مية؟ ما أجيب لك غدا يا أخويا أحسن. بعدين يا صالح يا صالح. أنا كلمت في طاقة. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. أستاذ هو اللي يجيب لك مية ويعني. إيه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في إيه يا جماعة؟ إيه ده؟ معلش أصل أنا البنطلون مبلول وأنا ما بنشر بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حراك ميه معايا هنا. وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكم. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. أمور حضرتك عايز حاجة؟ عاوز حاجة؟ ده تالت مرة بتسألني السؤال ده. معلش اسفين أمور. عايز أفتح محل مخبوزات وعايز أعرف إيه الأوراق المطلوبة بالظبط. تقولي اسم محل إيه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم أمي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عم بس يا عم حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. طبعا طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا بس. ما هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ ما فيش اسبوع يعدي غير لما يجيلي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجيلي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى، وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم
مش معنى ان في البنك. طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك. ما هي ماشيه كوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الهباب اللي انت هببته في البنك النهارده، ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى. ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ اكذب يا غبي. تكذب ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرى يا سامي مالك بتتكلم عيد انت كمان؟ سامي؟ سامي. امال ساميه؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعه ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقه دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الاداره اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوه ولا بالواسطه، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زلت لسان وهفوتها المره دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسميه. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زئرو. عناية احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زئرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. عناية احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها شبات مرلوله، شبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا انت طام النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى قاعد انت. استاذ ابن سايب باطه صح؟ اقعد، انا شايف فيك مشروع شابح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك. واروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده برشام؟ انت مش قايل بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ودينا في ده. الله يخرب بيتك، بقول لك ايه، خف رجل شويه وعامله زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت هو من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا هذا. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي؟ اسمها ايه اللي الصفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لعالي. ايه يا جماعه؟ طبعا فول. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. وبعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك اسطح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى يا عمور اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، هي بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكر كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى انا ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقه. حواراتي انا برضو. اقول لك العب، ادي الدرع لعمك عمرو يدخل يلعب. يلا يا حماد العب. بس يلا يلا هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي دراعك كانت معلقه. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كام كام؟ بيت تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش.
هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج رجالة؟ ماتش ايه اللي تدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا صباح؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ كلاب ايه؟ الارسنال. تفضل. ايوه يا استاذ سامي، خير؟ اهلا، انت كنت عاوزنا؟ لا ابدا مفيش، كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز اتفرج عليه لوحدي، فقلت اتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه، هنا؟ ايوه هنا، وفي اي حته، انا ما يهمنيش. انت يا انت مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شوف يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده، مين دول؟ والله انا ده انا كنت بربط رباط الجزم. اه بص بص تعالى، ايه بقى ده؟ كنت بربط الفردة التانية. طب وكده؟ لا كده بيتفس الكاوتش، مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمة. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجة. لا لا ما تشرحش، ما تبررش حاجة. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه انا خدت بالي، انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل على بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش قلت لك هفعله زي الاول؟ انت مرفوض يا صالح. تضحك يا عم؟ مرفوض؟ طب انا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره، انا ما فسيتش عجل، يعني كنت واقف جنبك بس. استنى انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي، اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيت مستحقاتك، ده لو لسه ليك مستحقات، لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتاسف على ايه ولا ايه؟ انا ايه ترفضني انا يا حيوان؟ انا ترفضني ايه ابن الكلب؟ اقفل الباب يا ابني، اقفل الباب. يا صابونة يا وسخ، انت سكر بسميك ايه في الجامعة؟ يا صابونة يا وسخ، انا هرجع بقى لأستاذ نزيه واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم. نزيه بيه؟ نزيه بيه؟ استناه استناني يا حسين، استناه. انا اترفد؟ صابونه يرفدني؟ ماشي ماشي صابونه. بس ما تأفورش الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا، وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخذناه، استحالة. انا جاني فيه شكاوى كتير قوي، انا سمعت مرة انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. ياريت تكلمها كده وتسأل عنها، لانها هي بقى لها مدة ما تجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجة. طب ممكن تديني خمس دقايق جد؟ خلاص ارفضوا. ما انا رفضته كده كده، انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد
الناس اللي هتركبه محتاجين 9 ايام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده يحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقولك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز المتوصل بالاسم كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث ان هم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضايح ولا جرسه ولا شوشره، دول 2 ساعة، يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا، اتاكد من داتها واقول لك. بسم الله يا فندم، بسم الله، الله اكبر. ها في ايدك يا مرا، ها في ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه الفل تعود اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع بطرقه الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، بضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني انت اهبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدت فمنك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يا ماما هيديني فلوس مش شغلي يا حبيبتي. انا اول مرة اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. بالراحة، بيوت الناس ليها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملأ وشنا. ايه ده بس عشان موجود ايه؟ ما جوه؟ يا هتاكلك خش يا عم، في ايه خش؟ السلام عليكم، ازي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابة ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس ندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح، خلاص على النبي يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صالح، انا بس معيش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا ابو وطي هات السيجارة. حاضر حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزبالة، روح ارمي. ارميها في الزبالة اهو. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش خش، اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا
ده احنا نعمل نمره ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي: انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العقد يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص، انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وديعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه، نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل: انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. اسم الله عليك. ده سوقي ده، اسمها استلاف، عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة، هفكر فيها وانتوا برضو دوروها في مخكوا كده. انا مش هدور حاجة في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترتها يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، اتجننت ولا ايه؟ امي بره، ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجا من مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكو. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكو خلاص. لا تونس خلاص مغاوري. قلنا معاكو بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها، بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه عرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص عندي. بس بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك. انتوا قاعدين هنا على طول؟ ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هاد عمر، انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ لا لا يا عم، ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. جيب هنا بقى ايه، قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه؟ هو اللي حلو ايه؟ هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا، احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تزيدش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم. الله، احنا قلنا حاجه؟ يقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى، اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف الميه في حاله، هو عمره ما عملكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلوه قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس، ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بتبيه في الميه. بقول لك لا مش بتبيه. ما لو مش بتبيه يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان، اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تبقش فينا كده. بعمل بتبيه في الميه. اهو بيعمل اهو بتبيه في الميه. انت بتعملوا ايه بالميه؟ بس بقى انا طلعت ساكت بقى. هم بيشربوها، هي بقت ورد. خلاص ده مقزز يا اخي، ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو، عشان خاطري استحملوا شويه بقى، عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه،
اتفضل يا سيدي. بص اتفضل، لابس ايه؟ ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه الواحد دي طاقه، يعني ادافع عنك ولا ايه؟ ايه القرار اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايه بس؟ اه خلطتش مش شرط. اقعد بقى وتعب بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله، انا وصلت الخطه، والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان ما حدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره، هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه، ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبني انا زيرو، حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه، وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في مدرسه. يعني على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومن شايكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره، عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذا من قاعد معاكم والله، يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البرشام لحس دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفل زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس على التايل. يلا معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين، رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق، نص ساعه نوصل، ساعه زمن نخلص المسائل. استنى كده نبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو. هنروح نقضي سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح، مجرد اقتراح. لا الله. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد العربياتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه ابويا معاقدني وساحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامية جمال الفنانة. سامية جمال. انت يا ابني سامية جمال. يا ابني الرقاصة. انت متخلف يا ابني. ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامية جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامية جمال الرقاصة. يا جماعة ابويا معجب بسامية جمال، يعني بيك فان، بيك فان لسامية جمال، فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي حبيبي يا فنان. والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه؟ ليه يا صعلوق؟ ليه عرفت العربية ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هواية ب 20 جنيه تصلح. خف ايدك خف ايدك شوية. شوف صاحبك النجم بقى. خف ايدك شوية. معلش يعني دي هواية ب 20 جنيه؟ ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمة جه يا بطل. أنا معتمد عليك اعتماد كلي. بكرة احنا رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي أمك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعة. أبويا لا. ايه ده صالح؟ هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انتهى بقى يا عمرو. انت لاقي لي واحنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي. انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور. دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا ابن انسى؟ بالراحه. الله
بكسر التابلو عشان اطلع سكتين الكونتات. خف ايدك يا حلوه. بيكسر التابلو دي حاجه بامير تتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان انا حقي. صح. قول للغبي ده بالراحه. دارت يا سيح دارت. راح بالراحه. بس 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 استنى ده المكان. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد. والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا في دور العربيه. ها احنا مش هتاخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. حاضر. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل والله ليك وحشه. مش معلم بدير. معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي. جد؟ اه والله. هنشوف. خش خش. معلم بدير اصطبحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير. تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي. برضه؟ والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش خش. معلم بدير في ناس عاوزينك. يا نهار اسود. ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عاد؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيموم وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكسي او حمك؟ خلاص يا عاد. عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وطلع كريسبي. هات لهم ياد اللي هم عايزين. هات يا عم انت بتفهم في الحاجات دي. ايه ده يا نجم؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة يا ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ هو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور امان. ده تعمله كده بكبقى بك. يا نهار اسود احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله يا صالح. قتله. بطل ياد شغل الحريم والولوله ده في عرتنا. اخرس ياد لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا الفلوس جنب السلاح. احنا من الخضه والهوايه جرينا. يا نهار اسود لا سلاح ولا فلوس. لا سلاح ولا فلوس. احمد ربنا احنا رجعنا سلام. اقول لك دي نفسين عشان يروق كده. خد يا عماده. المخدرات دي صح؟ هات ادوني مخدرات. ادوني حقن. شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده. السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه انا بقى مستني اسمعها دي. هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك. انا مش هدفع مليم تاني. جرايه يا عمرو انت حاطينها عشان معاك الفلوس. انا تعبت قوي يا صاحبي. تعبت قوي. يا عم ام الحوار دي قوي. طب خلاص يا عمور خلاص. ايه ده بقى خلاص مش الجنه بتعيط بقى خلاص قلنا ايه؟ خلاص معلش. هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت. هنيجي دلوقتي والنخ. بدانا مشوار نكمله للاخر. يا جماعه يعني لو فيها مشكله
انا ممكن اروح لرجاله المعلم بدير وهم حبايب يعني مش هياكلوا حقي. انت تخلص خالص يا ابني الجزمه، بكل اللي حصل ده بسببك. ده انت قاعد تشبه راجل لغايه ما مات. خلاص هو الواد ده هيتصرف الفلوس وانا هتصرف السلاح. تيجي نتعلم سوا، ما تيجي 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 يا هوا، تعالى ما تيجي تيجي نتعلم سوا. ابو دنيا طقم بيرة هنا في تالتة تاني، عايزة شقلاطة وزروطة، يلا بينا نهيس. سموك منور الدنيا حبيب القلوب. انت فين يا غزال؟ موجودة اهو يا زعبوب، يعني هروح فين؟ يا قلب الزعبوب من جوه. طب بقول لك إيه؟ سعيد باشا قاعد على ترابيزته يغرد وحيدا، محتاج لك جامد، شكله كده مجروح. ونعمل له إيه؟ تغيري له على الجر. إنها الخطيئة، العبي ووريهم. الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا الاسوار والخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك يا تهمد وتسكت، تطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. معلم زعبوب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه، بتحبني ولا عادي؟ عادي، انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من عادي. حبيب قلبي، كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده، قبل اي كلمات مش تعرفني على مجالك. ابو اخزه، عمور زميل الشغل. هاي، ازيك يا حمامه؟ اهلا اهلا وسهلا. زيرو زيرو، اهو دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبيه. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأه دي؟ كانت منيه في بقك ده، اوعى كده. خليك معايا يا مسجد المعلمين. ثانيه واحده، ابو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في الماسوره الرئيسيه. منور يا صلوحه، منور يا حمامه. ثانك يو. نورك والله يا مسجد المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فرده؟ ثلاث حتت بس كده. عفيفي منورنا يا رجاله. فيفي مسؤولة الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا است فيفي، عرفيني بالمره على اصحابك. انت تؤمر. سؤال والنبي. نعم. اللفيفي دي بتتكتب كلمه واحده ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. احب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفله. صاحبك جريء قوي بس فيفي هتفلطحه. بقول لك يا سيد المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وايه العباره بالظبط؟ هو انت عايز ترسمت الاسلحه دي في ايه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط، محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي؟ انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت قضيت في منت. مالناش نصيب بقى نقابله. معلش استاذ شيبوب. معلش شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا، زعبوب. شيبوب زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب، اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح. الشغل ادي لصلوحه. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشه بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عينيا. يلا. حلو بقى ده شكله. يلا كمر بقى، كمر كمر. ايه ده؟ جرى ايه منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بلعب انت وحمامه بقى عسكر وحراميه شيخ. ماشي. بقول لك يا عم زعبور، بكام الحته؟ بثمانيه، يعني الثلاثه ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. مش انت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود.
الفلوس فين؟ نعم يا اخويا؟ لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرطه والكلام ده مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. شوف جنبك، طب هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي، صالح النجم وعمرو بن ناس طيبين وزيرو. يعني الناس دي هتاخد صوره مع زيرو للصوره، وبيبي بيبي اللي جابت لنا السلاح. بتطلب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ يا نجم ايه ماسكه ليه؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك مخيل وزهره، ليك عين كمان. الواد اتبسط قوي. تمسك يا معلم عدهم. عيب، الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ اللي كانت هنا دي اسمها ايه؟ البت المستردة دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش بلا دول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله، ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي. تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع، انا تمام. شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. اسلم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. والله فعلا شيك يعني. طب انا هقول لك حركه احلى يحبوها قوي. لا استنى ماشي يا عم الجنتل. وليد هي اللي فتحت الباب يا وليد. وليد ولا وليد ما تسيبنيش، انا هي اللي فتحت وركبت. ثانيه واحده كده. ماشي يا جنتي. انا ما كنتش قصدي اكون جنتل ولا وليد. حرف الام يعني ماركوس. تابع الميكروباص اللي قدامك، اوعى يهرب منك. البوليس بيجري ورانا. طب ايه المشكلة؟ عشان البس الحزام؟ انا بقول لك البوليس جه ورانا عشان تلبس الحزام. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شدوني. ما تسعاش. شدوني. برجاء ارسال دورية للدعم للشباب في وجود اسلحة. تعالى. خش جنب. اهو. الميكروباص اتجه لشارع ابو الفدا. عمليات. جاري مطاردة الهدف يا فندم. خلي بالك يا وليد. ايه ده كمين؟ احلولو. كمين يا حماده، سلم على الزملاء. باشا. على الكمائن المتواجده بشارع ابو الفدا، متابعه ميكروباص بدون نمر. انت شويه بسرعه. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. انتوا بتستحملوا شده الاعصاب دي ازاي؟ انا عامه في المواقف اللي زي دي احب اسمع ساموزين جدا. انا طول ما انا جنبك يا حبيبي يا حبيبي طمني قوي قلبك يا حبيبي. شكرا ان انت اخدتني معاك في الاكسبيرينس التحفه دي، بشكرك بجد. انا اللي هقوم اشكر الظروف حالا بصوت عالي لو ما ركزتش في السواق. اتفضل. انا في حياتي عمري ما ركبت عربيه وحكيتها. قرب اكتر، قرب اكتر. بص اللي جايه دي بقى، ها ركز بقى في اللي جايه دي. ها خلي بالك، خلي بالك. خلي بالك يا اخي، قلت لك ارجع بسرعه. ممكن البس دي؟ البس البس، احنا كلنا هنلبس. حاول تحدد لي عدد المشتبه فيهم في الميكروباص. تمام يا فندم. طبعا عليا الراجل اللي ملوش ذنب ده. راجل مين؟ ايه؟ الراجل ده حماده. انا حماده ماليش ذنب. انا عايز ينام، انا مسهره طول الوقت. ارجع نام ورا شويه يا حماده، العكس ريح شويه ورا. رايح فين يا حماده؟ هيريح، هيريح شويه، هيريح شويه. ده صاحب قال له كذا يوم. عدي ده، عدي ده بسرعه. انا عايزه حي، ما حدش يضرب نار. هو بيعمل ايه ورا؟ ما تركزيش معاه بقى. انت شكلك اتغير.
تطبيق وسهر مأموريات كتير قوي. شنبك؟ ايه ما هو كان ورا بيحرق شنبه. انا بجد مش فاهمه حاجه، هو انت ملبسني كده ليه؟ احساس انك تشيلي مسؤوليه بجد احساس جميل، بس لما ابقى انا شايل مسؤوليه مصر لوحدي وعلى كتفي بجد احساس صعب جدا. يعني ايه برضو؟ انا مش فاهمه. نيم حتميت شغلي. ما تخلينيش اقول لك اي اسرار. اهم حاجه دلوقتي انت تروحي، ولو اي حد خبط عليك الباب اوعي تفتحي. اي حد يسالك علينا انت ما تعرفيناش. ايديك حلوه بصراحه. اتفقنا؟ انا كده او كده بكره مسافره مع اصحابي علشان هنعرض عرض العرايس في الريف. بصراحه انا قلقان عليك انت بجد. هو الكمام كده طويله سنه ولا ايه؟ اه فعلا انا شايف ان المشكله الوحيده ان الكمام طويله فعلا. خش يا حماده استر نفسك. خش يا حبيبي خش. استهدى بالله خش. تتبص على ايه؟ ايه ده؟ خش يا حيوان يا رخيص يا سهل. شكلك حلو على فكرة. يلا خلي بالك على نفسك وزي ما اتفقنا. حاضر. أنا حسبت أنا بس معيش حاجة. دفعت 200 وما خدتش الباقي. حركة حلوة طبعا. باي باي. إيه يا ابني وقفت فتاة الليل دي يا ابني؟ هنعمل إيه في العربية الزفت دي؟ مش عارف. بقول لك إيه؟ إحنا نسيبها هنا ونمشي. صح كده؟ يلا. سمعت اللي انا سمعته؟ الكلاب دي لو جت هنا هتشلوحنا. يا عم كلاب ايه يا عم انت بقى؟ ايه كلاب؟ انا قصدي الراجل اللي سايبينه في العربيه ده. يا نهار اسود. يا عيني تلاقي اهله وعياله مستنيينه دلوقتي. بعدين لو احنا ساعدناه اكيد لما يصحى هيبلغ علينا. مش عارف نعمل ايه في الموقف الزفت ده. انا جات لي فكره. ايه؟ احنا ناخد الراجل ده معانا على البيت. نجيب له دكتور وعشا ومشروب، الثلاث حاجات. ماشي؟ الراجل ده لما نعمل كده هيستجدعنا. وهنصعب عليه فمش هيبلغ علينا. ايه ده؟ ما حصلش بيفتح. مش بيفتح. هو تراكم. طب تعالى خش من الحته دي. تعالى تعالى استنى معايا استنى معايا. الزيرو بره فتح الباب بدماغه. طب بقول لك ايه بقول لك ايه؟ اقفل طرفة الباب. يا عم خلينا في الطرفة اللي احنا شايلينها دي. بقول لك يا حماده ايه؟ الراجل ده فتح الباب بدماغه وهو مغمى عليه. لما يصحى يعمل فينا ايه؟ بص صحى وكتاب اللي اول ما تخش الاوضه نموته نموته وش. ماشي. وليد هاته في السفره نضيف. سفره ايه ونضيف ايه؟ احنا جايبين له اتعشى يا ابني. يلا يلا وطي صوتك. هو مين هيموتك في الاوضه دي؟ عارف عارف. اجمد امال يا بطل. ولا ولا لا حلو ولا وليد ولا استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. يا ما نصحته. فهموني بقى يطلع اهدى. طيب بالراحه من غير نرفزه. هقول لك على كل حاجه باصله. انا غصب عني من غير ما اخد بالي خبطته بالعربيه. يا لهوي يا لهوي انت يا لهوي انت خبطته من البوليس. امي هتسلمك. بوليس؟ هي فيها بوليس كمان؟ يا دي المصيبه السوداء. يا وليه خلي اسكتي. طيب صوتك بقى. لما انت ما بتعرفش تسوق بتتنيل تسوق ليه يا جحش؟ ايه يا بجب يا جحش يا حمار. خلاص اسكتي بقى. ايه الراجل هيقوم زي الفل. حرام عليكو اتعميتوا. حرام عليكو. دي القطعيه دي خلصت من ايام الحج. من ايام الحج؟ هتصيع يا ماما. ده ابويا كان قد كده اصلا. يحيط ليه؟ يعني ايه هربوا؟ ده اسمه كلام فارغ. احنا ايه؟ بنهرج؟ ما تقلقش يا فندم هنلاقيهم ان شاء الله. وعموما احنا لقينا الميكروباص اللي كانوا هربانين فيه. احنا مش ساكتين والله يا فندم. يعني ايه مش ساكتين؟ من النهارده مفيش مروح لبيوتكم، مفيش اصلا نوم، لا انت ولا رجالتك. انا شخصيا مش هنام الا لما اجيب المجرم ده هو وكل اللي بتعاونوا معاه.
يلا هم يا جمال. يلا لا كلها كلها والله بتاع دمي بتاع دمي. برافو. يلا القطر بيخش فين؟ في المحطة. حتى 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 لسه زعلان مني؟ يلا معايا الدواء لما تبلع لما تبلع. يلا وجايب لك بقى الخيار ده كله. هو خيار بس مش للاكل ده، هنقطعه طرنشات ونحطه على عينينا عشان الهالات السوداء. الغدا يا نجاة. مين نجاة؟ اختي. اوكي حمرت لك الفراخ وعملت لك شويه شوربه، انما ايه هترم عظمك، عظمك غالي علينا قوي. وتشكري انسه نجات. انسه ده عينيك اللي حلوه. سمعتوا؟ لا انسه نجات امك بتتشقط. ما انا بقول انا وانت هنطلع نريح بره شويه ونسيبهم لوحدهم. بقول لكم ايه يا اولاد، انا قاعده بره بتفرج على التلفزيون، لو احتجت لو احتجتوا حاجه نادي عليا. قول لي يا نوجة. يا نوجة. لطيفه يا نوجة. انت اخو نوجة؟ اه انا اخو نوجة. وانت ابن نوجة؟ بعد اللي قالته ده ما اعرفهاش خالص. كان في ولدين منتحلين صفه ضباط، واعتقد كان معاهم بنت. الولدين دول نجحوا ان هم يفصلوا كل كاميرات المراقبه عن المنطقه. ما قلتلناش اسمك ايه؟ دياجو. دياجو ميسي. سائح ارجنتيني. ايه ده؟ تقريب ميسي؟ يعتبر قريبنا لان هو واخد بنت اختي. واخد مين؟ بنت اخته. بنت انت هتقرع علينا يا عم ولا ايه؟ انت بتتكلم مصري احسن مننا اصلا. اه انت بتتكلم عشان انا اصلي من فتره كبيره كنت بشتغل في السفاره الارجنتينيه، وكنت عايش هنا في مصر وبتعامل مع مصريين كتير، فعشان كده بتكلم مصري كويس. انت لو طلعت قريب ميسي السيلفي اللذيذ بقى. لا لو سمحت لو سمحت. انا ما بحبش تصوير. لا مفيش حاجه. الله سيلفي. سمحت ما بحبش. اتفضلوا بقى. يا نهارك ابيض. علي النعمة هي ورحمة أمي هي. حمادة. وليد. حمادة. أيوة يا ماما. تعالوا عايزاكوا. للأسف الشديد هذا المواطن يصور إيه؟ اخس اخس. ماركوس زي ما بالنسبة للإريالين رتبتهم لنا جوه عند الراجل. كل دول العالم. حمادة هسألك سؤال وتجاوبه بصراحة. عشان كده أنا بناشد حضراتكم. بتاعتك دي ولا مش بتاعتك؟ اي حد من حضراتكم يقدر يتعرف على صاحب التصويره دي ارجوكم بلغوا الشرطه فورا. لا طبعا مش بتاعتي. انتوا ايه يا جماعه مالكم شغلين نفسكم بالتوته بتاعتي ليه؟ ده تلاقيه توارد توتات. لا هو انا هتوه عنها؟ ده انا اطلعها من مليون واحده. ده انا عارفاها من وهي قد كده. وهي عمرك هتقد كده. ادي اخر تنشيط الخلفيه. حتى اللحظه دي هم الوحيد. اهلا اهلا استاذ كمال ابو ريق. ايوه مع حضرتك. اي حد يقدر يتعرف على صاحب الصوره دي ارجوكم بلغوا الشرطه. الله الله الله. هي الحكومه مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ ايوه صح مكبرينها فوتوشوب. انا مش كبيره قوي كده عندي. القناص الخطير كبيره. ماركوس خوزيه جونزاليس انه يهرب، وهرب بمعاونه بعض اعوانه اللي خدوه في ميكروباص وهربوا بيه. وانا بناشد من هنا كل الناس انهم يساعدونا، واحنا راصدين ميزانيه بمكافاه كبيره قوي 1,000,000 جنيه للي هيرشدنا باي معلومه توصلنا ليه. داخلين على جن. يا ابني في ايه؟ تهبل يا ابني انت خايف ليه انا معاك؟ تعيل. طبعا هتلاقي جاي الناس بيقتلهم جوه. خش خش انت الاول خش انت الاول. تعالى يا عم اعمل حاجه بجسمك ده بقى. خش بقى. موقف الزباله اللي احنا فيه ده. انت علاقتك بيه احسن لان هو دلوقتي بيحب امك يعني اتنقم والدك. يلا بابا. استاذ ماركوس وطي صوتك ليكون نام.
ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيري هرب يعني القناص الاسباني اللي العالم كله بيدور عليه ده اللي انا مرمطت بكرامته الارض. اه يا اخويا واللي انت لبسته عم شكشك هنا وليد احنا لازم ندور عليه علشان استسمحه ابوس جزمته. ما تقلقش يا حبيبي هو كده كده هيدور علينا انا وانت بس اللي عارفين شكله والبوليس بيدور علينا دلوقتي عشان حضرتك بقيت صاحب اشهر توته في مصر. احنا لازم نهرب. ونجات فاكر طنط بقية اخت تمادر قرايبنا اللي في اسيوط؟ مالها؟ تعيش انت طنط بقية اخت تمادر ماتت. بتهبل يا ابني هتجنني. ايه ده الفيلم اللي هنعمله على امي عشان تقتنع وتسافر عشان ما ينفعش تقعد هنا؟ يا عم خضتني. Partiste. Stava con dos, con no conocía. ¿No los conoces? Lamentablemente, me conocieron. ¿Por qué no los mataste? Y lo haré. Cuando terminemos la misión. مش كنتوا جيتوا معايا يا اولاد؟ لا 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 احنا ما نستحملش لحظه زي دي ابدا. طب خلوا بالكم من نفسكم. انت ما توصلي طمنينا على المرحومه بقى. يا ريم بقولك ايه واحنا ينفع نيجي معاك السفر ده؟ بدأ بقاله قد ايه؟ كان في هدية بس كنت عايز اديها لك فاكرها؟ اكيد هتقبلها بقى المرة دي صح؟ حاسب يالا يالا ده بقى اللي انا باخده اول ما بقلع البدلة. انتهى التهزيق. شورت وفانيلا يوحدوا ربنا. يلا اتخض ما يرضي الله. يلا حواليا بقى. لا مش بعيد بقى ما تشقونيش بقى ما تشقونيش. اتمنى نجوم السما تسجل هي الفرصه دي تتساب. حبيت الدنيا معاك من اول يوم. هسهر لك بدل صوتك ويجي له نوم.
الاخير انجلي وابقى معاك. بتسرقني يا حماده؟ والله العظيم ابدا. ما لو ايدك هنا ومش بتسرقني ده انا ازعل اكتر. ارجوك اكدب وقول انك كنت بتسرقني. ايوه طبعا كنت بسرقك، امال هكون بعمل ايه؟ انا كنت جعان ومعيش فلوس وعايز اجيب زر بطاطا. زر بطاطا؟ يا مساله بطاطا. ظهر الحق قبل ما تبص لي البصه دي. انت كذاب يالا، ده انا بعناية دول. شايف جيبك ده مليان فلوس قد كده يا ابني؟ والله العظيم ثلاثة ما معايا اهو يا سيدي، ادي جيبي اللي مليان فلوس اهو، مفيش غير المفتاح ده. ايه المفتاح ده؟ مفتاح ايه يا هبل؟ دي فلاشه. سبحانك يا رب، ربنا عارف ان احنا قاعدين زهقانين فبعت لنا فلاشه عليها فيلم اكيد هيبقى حلو. هات اللابتوب. اسمع اسمع، هات بس اللابتوب، عايزك في موضوع مهم. طب هات اللابتوب واسمعك. انا خدت قرار مهم جدا. خير؟ انا هتجوز ريم. ويا ترى بقى تتجوزها على ان انت الضابط ولا لا بتاع المكعبات؟ اكيد هقول لها كل حاجه، هقول لها الحقيقه ما تخافش، وعارف ان هي هتسامحني وهتعديها عشان هي كمان بتحبني. انا هعترف لها بكل حاجه الصبح اول ما نروح كلنا ان شاء الله. وليد، الفلاشه دي بتاعت واحد شغال في السجل المدني بتاع الدوله اجنبيه. بص الصور والبيانات. ايه بقى اللغه دي؟ ايه ده؟ مش دي الدكتورة ليلى العربي اللي اتقتلت؟ ايوه. ودي الجلابية اللي كان لابسها ماركوس عندنا في البيت؟ ايوه. ده ليه اي دلالة؟ يا نهار ازرق ومايل، ومين الراجل ده؟ اكيد ماركوس هيبقى عايز الفلاشة دي بأي شكل، واكيد هيجي لنا البيت. امي نجاة، نهار اسود. ايوه نجات. هو الموت كمان في هزار؟ اسمعيني بس دلوقتي، انت فين؟ انا لسه واصله البيت حالا. البيت؟ طب اقول لك، غير هدومك بسرعه، احنا لازم نمشي. ¿Estás buscando algo? Mi abuelo. ¿Es el abuelo tan importante? Sí, abuelo tiene un flash de memoria que tiene tu latata. ¿Qué significa eso? Su locación y su formación. ¡Nagat! 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 ¡Ommi! ¡Ommi! اتقتلت. نهار اسود اتقتلت. يا نهار اسود. امي ايه ايه حيوان منك له؟ بتصحيني بالطريقه دي ازاي كده؟ ما انت ما ترديش خالص، اتخضيت عليك. كتك القرف، قلت لك بطل الطريقه دي 100 مره. الحمد لله. تعال. ايه ورحمه امي هي اوه. ايه انا جنبها بقى، بلاش كلام فارغ بقى. هي خلينا بقى في المهم. ايوه خلينا بقى في المهم. انت كنت فين يا استاذ؟ انت والمتكلف ده. كنا في رحله. ايه؟ بقول لك يا نجاه، احنا واقعين في مشكله كبيره ولازم نسيب البيت ده حالا. نسيب البيت؟ اه، ولازم ليه؟ تيجي معانا. ايه اوعى كده؟ تعالي معانا احنا في خطر. اوعى كده، انتوا عملتوا ايه؟ ربنا ياخدكم. ولا سيب هدومي يالا. هقول لك كل حاجه بعدين، بس لازم نمشي حالا. نمشي من هنا نروح فين بس؟ وليد؟ ريم لو سمحتي عايزك في كلمتين لوحدنا. عايز اعترف لك بحاجه هتصدمك. انا كدبت عليكي. انا لا ظابط ولا حاجه، بس انت السبب على فكره. الحفله اللي انا شفتك فيها كنت جاي ومتخيل ان هي حفله تنكريه، عشان كده كنت جاي لابس بدله ظابط. والله العظيم ما كان في نيتي اخدعك، بس بعد نظره الاعجاب والتقدير والاحترام اللي شفتها في عينيكي كان لازم اكمل كده. انا عارف اني غلطت، وغلطت غلط كبير كمان،
عشان كده انا جاي النهارده اقول لك حاجتين. انا اسف، انا بحبك. انا عارفه الكلام ده كله، حماده حكى لي كل حاجه، حكى لي عشان بيحبك. وعلى فكره انا كان بقالي خلاص كام يوم بحاول اساعدكم. انا بقى جوايا احساسين عكس بعض اتجاهك. الاول اني زعلان عليك عشان انت متورط في مشكله كبيره زي دي، والتاني ان انا كنت خايفه لا تكون ما حبتنيش زي ما انا حبيتك. ما قلتليش مين دي؟ على فكره انا عمي حسن الشرنوبي اللي هو متقاعد، وانا كلمته وحكيت له كل حاجه. حكيت له ازاي يعني؟ امان عمي ما تقلقش. يا رب خير. أنا؟ هلا. ألو؟ ألو؟ أيوة يا عم حسن. حسن الشرنوبي؟ أيوة. إيه ده حسن الشرنوبي؟ يا أخي تلهي بقى. مين حسن الشرنوبي؟ أيوة ريم يا حبيبتي. قول لي، هو في جديد في الموضوع اللي أنا كنت حكي لك عنه؟ موضوع أصحابك دول؟ أيوة. لا، دول لابسين لابسين. إيه ده؟ وإيه اللي تهبلة ولا إيه؟ ده بيقول لك لابسين لابسين. ما انا مش فاهمه، هو اللبس دي مش حاجه كويسه؟ لا يا اختي، اللبس ده حاجه مؤلمه جدا. قولي له طيب ما فيش اي امل. طب هو ما فيش اي امل؟ لا ما فيش امل. ما فيش امل يا ابن الشرنوبي. دونده سي اميغو ايوه سي انفوجادو لا بوليسيا لوس استا بوسكاندو. Sígueme. وإيه الحل فليبو؟ أنا رأيي ترجع إسبانيا تلغي مهمة. تو بريسنس يعني خيبت وخطر عليك. العيال دي لازم تموت. حمادة. حاضر. احنا هنلبس البدل تاني. هو انت مش هتهدى غير لما احنا نتسجن صح؟ انا مش لابس بدل. الهدف التاني هيتقتل. الراجل الغلبان اللي ملوش ذنب في اي حاجه معرض انه يتقتل في اي لحظه. انا لا ليا دعوه ولا بهدف تاني ولا بضربات جزاء، مش لابس بدل. انت يا ابني عادي كده؟ عادي انك تبقى عارف ان في راجل ممكن يتقتل وممكن تنقذه وتفضل ساكت؟ انا عادي. ما تسترجل يا ابني مره واحده في حياتك. يا فندم صدقني الموضوع زي ما انكل شرنوبي قال لك بالظبط. الولدين دول ولاد غلابه وكانوا بيهزروا، المشكله ان الهزار ده جه على دماغهم في الاخر، ودلوقتي هما بيحاولوا يصلحوا غلطهم وفي السكه رايحين يحاولوا ينقذوا الدكتور صلاح. صدقني مفيش غير الاثنين دول بس هما اللي فعلا يعرفوا شكل ماركوس. انت مجنون يا ابني، ازاي توافق تروح مشوار زي ده؟ يا وليد هي اللي قالت لي ما اقولكش عشان انت اكيد مش هتوافق. ما طبعا مش هوافق كده يا ابني، ممكن يمسكوها هي. انت فكرك يعني هيصدقوها بسهوله كده؟ لا ما تقلقش، ان شاء الله الضباط هيصدقوها ويعرفوا ان هي ملهاش دم. ايه لا انت بس على المشوار اللي احنا رايحينه. بقول لك يا حماده، هي خربانه خربانه، خليها بقى المره دي تخرب بشرف. متاكد ان هو ده البيت؟ المفروض. محدش بيفتح. لا يكون اتقتل. احنا عايزين نكسر الباب ده فورا. لازم. واحد اثنين ثلاثة. ايه ده؟ هات لي تلجة بسرعة. تلجة تلجة. كرباط صليبي ولا ايه؟ كرباط صليبي؟ انت كويس يا دكتور؟ انا كويس، انتوا كويسين؟ بركة انك كويس، احنا عايزين نتكلم معاك دقيقتين. طيب اتفضلوا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. تعالى بس يا دكتور، يعني احنا مش جايين نتضايف. دكتور صلاح، مصر الفترة دي بتمر بظروف صعبة جدا. ولادها الناجحين اللي زي حضرتك
مستهدفين بشكل قوي جدا. في مجرم دولي جربوع حقير تافه فسل واطي اقل من ان احنا نتكلم عليه. وانا اقسم بشرفي انا لو شفته افعصه تحت رجلي بالجزمه. تحت جزمتي بالجزمه. هذا المتواضع بيهدد حياه حضرتك، واحنا موجودين هنا علشان ننقذ حياه حضرتك. هو مجنون ولا ايه؟ ايه يا دكتور انفعالات وشك دي، انت هتتشل ولا ايه؟ ايه ده، ايه الصهد ده؟ قفلتوا التكييف؟ منورين. غصب عني والله. عم شكشك. برافو عليكم والله ان انتوا جيتوا بسرعه. انا عارف انتوا وصلتوا هنا ازاي بالمعلومات اللي على الفلاشه، بس المشكله بقى اللي انتوا مش عارفينها ان كل الفلاشه موجوده هنا. انا مش صعبان عليا في الموقف ده كله غير الراجل الطيب ده، هيموت لوحده، لكن وانتوا موجودين انتوا كده تونسوا بعض في الاخره. محدش هيلمس شعره من دكتور صلاح، ولو فكرت تتهور القوات اللي تحت دي مش هتسيبك. ده على اساس انتوا ظباط يا حماده؟ ده قلت له؟ انا مش فاهم انا مطول معاكم في الكلام ليه؟ ده انا بتكلم مع ثلاثه ميتين اصلا. لو كان في حد هيموت النهارده هيبقى انت. جت فين؟ نفس المكان محسودة. تعال بس اركب. اتصاب بسرعة. هركب ازاي طيب؟ يا عم حمل على الفردة التانية. ما بتدورش يا دي النيلة. سودو. يا دي النيلة. تعال معايا تعال معايا. طب الميدالية دي هتسعفنا امتى؟ لو سمحت مصر دلوقتي بتمر بأزمة رهيبة، احنا محتاجين العربية دي فورا. لا هو مش هينفع حضرتك خالص. ألف شكر. ألف شكر. ايه ده يا أستاذ؟ حضرتك مرتبطة يا جماعة الحقوني. وليد هي الجروح اللي في المناطق دي بتلتئم بعد قد ايه؟ حمادة قسما بالله اعمل لك جرح تاني جنبها ومش هتلتئم عمرها. باباس باباس. ايه يا حمادة ده؟ حمادة ما تبوسنا احسن. مش عارف اقعد. وليد احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ بنسلم نفسنا. بوليس بوليس بوليس. بص قدام، بص انت قدام وانا اخد بوشه عشان ما نتعرفش. كاغو لا بوتا معده. وليد بتعمل ايه؟ المواقف اللي زي دي البوليس بيبقى عايزهم احياء. عيب يا عبيط، وانا مش عارف اضرب فين. مش هجيبك يا احمد يا زاهر. تعالى احمد. ايه ولا في ايه؟ قلت يا بتتضايق اجري. ما تزعقش. اه
مولي. اوعى حماده. مش عايز اموت في المول. اوعى حماده. مش عايز اموت في المول. سيبني يا اهبل. اوعى هيجري. انا مش عايز اموت. اقسم بالله ما هسيبه. يا ابني اوعى. يا ابني اوعى. وليد قوم يا بطل. قوم يا بطل. والتان اويل ده بقى هديني درجة البرونزاج اللي انا عايزها. اصلا انا جايب باللبس كله بصي احمرات واللي هي الالوان الدافية كلها اللي هي درجات الورم دي عشان الصيف وكده. لا حضرتك ده هيعمل مفعول مع حضرتك هيخلي حضرتك مسمر شوية. خلاص يبقى لا تمام هاخد دي. طيب بالنسبة بقى للكريم ده يمشي تشقات كعوب تسلخات. يمشي التسلخات. يمشي المناطق الداكنة. المناطق الداكنة. يمشي برضو المناطق. خلاص يبقى هاخد برضو ده. و السلام على حضرتك. مرحبا. الله يسلمك. واخد طلقه عادي بقى. طب نطلب حضرتك الاسعاف؟ لا لسه هنكمل اصلنا فخليها بقى. يمكن اخد طلقه فيها تاني ولا حاجه. بقى اعملها مره واحده في الاخر واخلص يعني. ودي مفيده بقى؟ حضرتك دي مفيده. جربها يعني. يعني دي لو انا في صحراء وعطشت يبقى دي على طول. لا دي حضرتك مش للشرب. لا مش للشرب. ماشي اخدها برضه. لو ندهت تلاقيني قدامها. لو أمرك بس بقى أحلمها. ليه يا ابني؟ وهو برضه. ألف شكر يا فندم. إيه إيه نجات خدت إجمال حقي. يا طارق ما تنصحش إنك تسلمي ده يا طارق. نجات خدت الشيك ومشيت. ده أنا لما لقيت 10 جنيه في جيب الجاكيت عينيا دمعت من الفرحة. وليد أنت ما بتردش عليا ليه؟ بس حمادة اسكت اسكت. أنا مش شايف دلوقتي غير حاجة واحدة بس. إيه؟ رأفة الهجان وهو بيجري قدام عينيا كده. بيجري ازاي؟ كده رايح جاي. ممكن بقى تفضلوا معايا؟ إيه انا اتوقع يعني هما يسلمونا شقق واراضي ومصايف العاب مائيه وكده. عملوا كده مع رفض مصايف صح؟ اتفضلوا.
دوركم الوطني اللي قمتوا بيه البلد عمرها ما هتنساه، انما لبس البدله وانتحال الشخصيه للاسف هيبقى ليها عقوبه ولازم تتم. اخبار رأفت معاك ايه؟ تمام؟ هتقول لي مش هقلع البدله، مش هقلع البدله؟ البس. طب وانت كنت فاكر ايه؟ انا كان قصدي البدله الزرقاء. مبروك. مع أول سقفة سمعتها بعد نجاح مشروع المكعبات بتاعي حسيت قد إيه فرق كبير قوي لما تنجح والناس تحترمك بالبدلة اللي على مقاسك. ورغم إن حمادة عقل وقرر إنه يشتغل في الحاجة اللي هو بيحبها برضو، بس تقريبا من حاسة معاه شوية شويتين بصراحة. ريم وليد، الحمد لله إنك جيتي. فاكر اول يوم ما جيت لي المسرح هنا؟ طبعا فاكر. تقريبا كان في حاجه انت عايز تديهني. كانت بوسه. الكلام ده ليه بجد ولا العروسه؟ انا نسيت الحوار على فكره، مش عارف انت قصدك ايه. ده العروسه طبعا. تتجوزيني؟